ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، إن شاء الله اليوم سنتكلم عن هذا يسمى باللغة العربية باللغة الإنجليزية فالف، أو بالفرنسية سوبا، وهذا يكون فوق خزان الإسمنت أو سيلو، أو يقول المصريون بسيلون. المهم ان هذا الدور هاد الفالف او السوباب هو لحماية خزان الاسمنت. ظروف كما قلت لكم هو تخزين في حالة يعني كانت هناك زيادة ضغط الريح في السيلو او السيلون او خزان الاسمنت باللغة العربية. إذا كانت هناك يعني ريح قوي، يعني كان الضغط قوي، فإن هذا السوباب يرتفع، تخرج من أسفله هنا رياح لإنفيس لتقليل الرياح، لخروج الريح وعدم انفجار عدم انفجار خزان الإسمنت أو السيلون، وهذا هو دوره. وغالبا الأغلبية الناس لا يقوموا بتنظيفه، يعني عمال الخرسانة لا يقوموا بتنظيفه، تتراكم الإسمنت من هنا ومن هنا في هذه الجوانب فيسبب الانخناق. في حالة مثلا إذا جاءت شاحنة الإسمنت فلا بد من مراقبة هذا الفالف أو السوباب، وهذا كما تلاحظون أسماء التي تستعمل في السيلون أو خزان الإسمنت. هذا الفلتر هذا يسمى فان أو فالف، هذا تكون يعني تحت خزان الإسمنت، وهذه كما تلاحظون هذا سكراو الفيس سكراو وليفي انديكاتور، هذا يراقب مستوى الاسمنت داخل السيلون او خزان الاسمنت. فاذا قام مثلا اذا قامت الاسمنت بلمس هذا الجزء فانه يعطي رسالة الى الحاسوب بان الاسمنت مثلا انخفض او ارتفع، يراقب مستوى الاسمنت داخل هذا الخزان. وهذا هو الفيديو الذي كنت أحضره لكم لمشاهدته ومشاركته معكم، وتحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.